بدي حاصر خليه حاصير. ولنا معتمدين على الخباز ورح نعتمد على ايدنا وعلى الزراعة. اجوا التتر وراحوا، اجوا المغول وراحوا، اجوا الصليبيين وراحوا، وبقي اهل البلد في البلد. هنا الجهاد لا كذب، هنا الدماء تلتهب، فأين هم قادتنا؟ لما الجميع منسحب؟ وأين مال أمتي عن الجهاد ينحجب؟ وأين أبطال الوغى إلى الصفوف تنجذب؟ تجارنا هيا انفروا، تجارنا هيا انفروا، فالمال يبقى إن وهب، فجهزوا غزاتكم فالحرب نار لا لعب. حول اللواء أجمعوا، حول اللواء أجمعوا، فإن نصرا قد كتب. إذا الجهاد قد علا فأمتي لا تنغلب، إذا الجهاد قد علا فثورتي لا تنغلب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الكرام، من هنا من المناطق المحررة نجدد التحية لحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم حقوق الناس. نرحب وإياكم بكل من الأساتذة، المهندس رياض عيد نقيب المهندسين الأحرار، والأستاذ المحامي أحمد مزنوق هيئة محامي حلب الأحرار، والأستاذ عبد الرزاق رزوق الأمين العام لمحافظة حلب الحرة. حياكم الله. حياكم. نبدأ الحوار بعد متابعة هذا الريبورتاج. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. أنت مواطن تعيش الآن في المناطق المحررة. نعم. بعد الذي جرى في حلب وبعد الذي يجري الآن في وادي بردة وريف دمشق، الشارع عم يغلي، شو بده؟ من أي ناحية يعني الشارع شو بده؟ شو مطالب الشارع؟ أول شيء، أول مطلب اللي طلع فيه من أول مرة، بده الحرية وبده تغيير النظام والاستقرار والأمن، بس على أول مطلب. تمام، بعده؟ تغيير النظام. كيف ممكن نغير نظام بهذا الوضع؟ له أسباب كثيرة. هو أول شيء بالتوحد، بالتوحد والقرار واحد، ويرجع القرار للشعب للشارع. يرجع القرار للشارع، شو السبيل؟ كيف ممكن يرجع القرار للشارع؟ لما الواحد كل واحد بيعرف إيش في عليه، توحد هالقادات والقادات يحكوا بنبض الشارع، باسم الشارع، بلسان الشارع. بلسان الشارع. شو رأيك في هالكلام؟ مقبول، هذا الموجود. تتوقع أن يحصل اللي بيحكي عليه؟ ليش لما يصير؟ بيصير. نقول إن شاء الله. كيف ممكن نحن نضغط حتى يصير؟ يعني بتوحد، يعني إذا ما تساعدت الفصائل العسكرية صعب. أنا معك، بس أنا كيف بدي أضغط على الفصائل لتوحد؟ والله هيدي شغلة. بالشارع، بالشارع، بلسان الناس، بالشارع، بالنزول للشوارع. يعني المظاهرات. مظاهرات. من البداية بدت بالمظاهرات وما بتغير شيء إلا بالمظاهرات. مستعد تنزل أنت؟ مستعد أنا. الله محيك. أنت من وين؟ أنا مدانة. مدانة؟ وما غادرت الدار النهائي؟ غادرت. وين رحت؟ على ألمانيا. إمتى؟ غادرت في 4/9/2015. قديش بقيت؟ بقيت سنة وشهرين. ليش رجعت؟ رجعت ما في أغلى من بلدي، وما بقدر، ما قدرت، يعني جو غير جوي، وما بلدي غالي علي كثير. رحت أنت وعيلتك ولا لحالك؟ لا، رحت لحالي. ورجعت لأهلهم؟ ورجعت لحالي. الله يحميكم ويثبتكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الله يعطيكم العافية. الله يعافيك. عم شم ريحة بلدي هون. شلون؟ عم شم ريحة بلدي هون. ايه لك شلون غير شكله. الهال والبن. سلام. طيب قلي، بعد اللي صار بحلب، انت من وين؟ من حلب. انا من وين؟ من حلب. بستان القصر. بستان القصر. بعد اللي صار بستان القصر واللي انا عم يصير بوادي بردة وبريف دمشق، ممكن يصير في اي مكان اخر، والشارع عم يغلي وانت واحد من الشارع. مزبوط. شو مطالبك؟ مطالبنا والله ترجع حلب. نحن كيف يعني يصير في جبهات، يصير في قتال، توحدوا مع بعض الفصائل، يعني توحدوا لحتى يرجع ياخذوا حلب. يعني هيك ما عايشه هيدي، يعني هذا مطالبنا. غير التوحد يعني مثل ايش؟ غير التوحد ما بعرف. بسألك انت، لك مطلب غير التوحد الان؟ يعني كيف ممكن ايضا احنا نرجع الى ما كنا عليه بغير هذا الحل، او شو ممكن نسوي شيء ثاني ايضا؟
هلا ما في شيء غير انه يتوحدوا مع بعض لحتى احسن يقاتلوا النظام. طيب كيف ممكن نوحدهم نحن؟ كيف ممكن نضغط عليهم لحتى يتوحد؟ هاي بدها توحد الفصائل بقى. مثلا يفوت واحد مثلا يوحدهم. واذا ما توحدوا؟ مشكله كبيره اذا ما توحدوا. ممكن الشارع يعني يقوم عليهم والشارع هو اللي يقوم على التوحد؟ هلا قاموا عليهم وخلص هو الشارع طلب منه التوحيد. شفت انت ما شفت المظاهرات اللي طلعت وهيك؟ كل مكان طلع مظاهرات هون بكل مكان طلب منهم ان يتوحدوا ولسه على هلا ما في يعني توحيد. لسه عم يجتمعوا؟ لسه عم يجتمعوا. ان شاء الله خير رح يطلع. ان شاء الله نحن بنطلب والله بنطلب من الله ان يتوحدوا ويرجع القتال ترجع الجبهات مثل ما كانت. سلام ورحمة الله. الشارع ايش بده؟ الناس ايش بدها؟ الناس بدها ضمير. ضمير حلو كثير. شو يعني ضمير؟ يعني بدها مين يعرف الله ويشتغل بتقوى الله ويعرف شرع الله. تمام هذا الكلام حلو كثير. هذا الكلام لمين موجه؟ لكل واحد ما عنده ضمير. احسنت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يعطيك العافيه يا استاذ. استاذي بعد الذي جرى في حلب انت كمواطن تعيش في المناطق المحرره ما هي مطالبك لعدم تكرار مأساة حلب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا نطالب الاخوه الثوار المجاهدين التوحد، توحد الصفوف يعني اولا واخرا، يعني اذا ما توحدنا يعني راح مصيرنا لسه ابشع من حلب. تمام. فنطالب منهم يعني نقول لهم توحدوا يعني عاجلا يعني بسرعه كثير. تمام هذا اولا. ثانيا يعني بنطالب هون يعني انه العالم تتعاون مع بعضها، كل يعني يصير رحمه بينات يعني بين بعضنا وهالامور هيدي وبس. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. أبو علي، نكسة حلب أو ما حصل في حلب كان كارثة كبيرة على السوريين وعلى الثوار عموما. الشعب انتفض وطلع مظاهرات وراح الأمام مقرات الفصائل وقالوا مطالب، المنظمات أيضا قالوا مطالب، النقابات المهنية الثورية قالوا مطالب. شو المطالب الآن؟ شو لازم يصير بعد ما خرجنا من حلب؟ يعني بعد ما خرجنا من حلب يعني أقل شيء أنه تقوم هالمنظمات بإيواء هالشعب النازح من هالمناطق المتضررة من هالقصف من هالتشريد من هال يعني مساعدة هالشعب مساعدة هالنازحين. طيب كيف ممكن ما نسمح تنعاد قصة حلب مرة ثانية في مكان آخر؟ يعني الدول تتدخل بشكل أسرع. شلون قدرت أنه طالع هالنازحين ما قدرت تدخلهم مواد إغاثية أو ما قدرت تدخل توقف القصف عليهم؟ يعني بترجع كلها لهالدول اللي نحن شو دورنا؟ نحن شو دورنا نحن كفصائل كسوار كمدنيين كشعب سوري شو دورنا؟ إنه نتكاتف مع بعضنا، نتجمع مع بعضنا، نوقف إيد وحدة ضد هالظلم، ضد هالقصف، ضد هال يعني هالقصف اللي عم بيصير ما صار لا بتاريخ لا أمي ولا تاريخ إسلام ولا تاريخ نهائيا. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. ميت السلامه. السلام عليكم. الله يعطيكم العافيه. بدي اسالكم سؤال محدد. بعد اللي جرى بحلب انتم كناس كمواطنين كشعب سوري يعيش في المناطق المحرره شو هي مطالبكم؟ والله مطالبنا نحن لازم يكون في امن وامان اهم شيء، وهالعالم تعيش بخير وبسلام، ما بدنا من اكثر من هيك. كيف ممكن يصير هيك؟ انت كمواطن كيف تحس انه نحن ممكن نوصل للامن والامان؟ اهم شيء انه تكون دوله مستقله، نحن دوله سوريه، عدم تقسيم، عدم نعيش كلاتنا بامان مع بعضنا. عرفت شلون؟ الدنيا كلها ضيقه ونحن في سوريا، سوريا الام الاصيله. نكون كلاتنا شعب واحد راقي، ما هذا يسلب هذا ولا هذا يسرق هذا، ونكون كلياتنا ايد وحده. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. بعد الذي حصل في حلب ماذا يريد الناس؟ ما هي مطالب الناس؟ اسقاط النظام. كيف؟ هلا كيف من 6 سنين يعني كنا نقول كيف، وهلا بدك تضل تقول كيف؟ يعني ما في غير الحرب. انا معك الحرب بهذا الشكل احنا موجودين فيه متفرقين، ممكن نسوي حرب؟ نسأل الله التوحيد، توحيد يعني واندماج الفصائل. اندماجهم بأي شكل؟ توحيد يعني توحيد الفصائل والاندماج. يصيروا جيش واحد؟
ان شاء الله. ولا يشتغلوا مع بعض بس؟ يا جيش واحد وشغل واحد و حكومة وحدة ويعني جميع يعني جميع الفصائل ان شاء الله. الله يعطيكم العافية. الله يعافيك. بعد اللي صار بحلب والناس اللي تهجرت من حلب مئات الالاف تهجروا، الان مطالب الشارع شو هي؟ مطالب الشارع اول شيء تغيير القاضي، يعني كلها عم طالب فيها تغيير القاضي، انه صارت خيانة، اكبر خيانة عشناها بحلب، غير انه القصف وغير الحصار، الخيانة اللي عشناها واللي البيع اللي انبعنا فيه دم الشهداء اللي هو اللي برقبتهم. مطالب الشارع كلها هي تغيير القاضي. انا مطلبي من الاساس، مطلبي نحكي بشكل عام كله، نغير القاضي. بعدها ليش ما نغيره؟ مشان شو نغيره؟ على الشيء اللي صار، الخيانة اللي صارت. حلب تسكرت مرتين، حلب تسكرت مرتين، باخر شيء يطلع بساط الخضر. يعني هيك غلب، هيك نحن حالنا غلبنا النظام، غلبونا الشيعة على مغلب من النظام، غلبونا الايرانيه. طيب اذا غيرنا القاده وين راح نوصل؟ نرجع لحلب، نرجع نفتح فيها حلب، نرجع للفتوحات. يا الله هيك بيركين على ايش بيركين يعني نحن؟ انت من حلب؟ راحت ايه حلبي. شو صار لك هون؟ صار لي شهر تقريبا. شو عم تشتغل؟ موزع اكسسوار. الله يعطيك العافيه. الله يسلمك. سلام. الله يعطيك العافيه. هلا بيك. الله يحييك. حضرتك من وين؟ انا من حمص. والله من حمص. نازح؟ ايه نازح. اي والله. طيب شو مطالب الناس اليوم؟ والله مطالب الناس تخلص من الفساد اولا، والتنسيق بالحد الادنى. يعني التوحد مستحيل، بس التنسيق بالحد الادنى معقول، يعني 50%. ليش التوحد مستحيل؟ حسب الممول يا اخي، الممول ما بيرضى، بس التنسيق الضمني يعني او السري ممكن 50%. وهذا التنسيق اللي بنسبة 50% بحل مشكلة؟ بحل المشكلة اكيد، لانه الدفاع عن الاعراض وعن الارض والانتقام اهم شيء بالعالم. الله يعطيك العافية. هلا بيك. الله يحييك. بدي اسالك سؤال. تفضل. بعد اللي حصل بحلب مطالب السؤال شو هي؟ الوحدة والله، بس ما في غير الوحدة بس. فقط. فقط بس. يتوحدوا مع بعض ويصير كتلة واحدة في كل سوريا. وبيمشي الحال بإذن الله؟ طبعا أكيد إن شاء الله يعني. بإذن الله. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. أنت شو تحرك؟ بعد اللي جرى بحلب شو هي مطالب الناس؟ مطالب الناس يعني أكثر مطلب هو توحد الفصائل إيد وحدة مشان نقدر على هالظالم بشار وأعوانه ونخلص، نخلص هالبلد من طغيانهم. التوحد بأي شكل؟ لما نقول توحد يعني شو توحد؟ توحد تكون إيد وحدة، رأي واحد، يعني كلمة وحدة، مشان هالتجرزم اللي عم يصير بين الفصائل والآراء المختلفة. ممكن يكون جيش واحد؟ ممكن. هو الحل النهائي؟ حل نهائي يكون جيش واحد إيد وحدة لحتى نقدر نتفق على حل واحد، مشان يكون حتى الغرب يكون متعامل مع شخص واحد، ما عدد آراء، يعني ما يكون مختلفين نحن الناس. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعافيك يا رب. بدي أسألك بعد اللي جرى في حلب. نعم. بعد درس حلب شو هي مطالب الناس وأنت واحد منهم؟ أنا بحكي عن نفسي، أنا بحب إنه أرجع لبلدي ولبيتي، يعني ما بتمنى أكثر من هيك، والأوضاع والناس ترجع لبيوتها. يعني صار فينا يعني حسبي الله ونعم الوكيل. شو السبيل حتى نرجع لبيوتنا؟ كيف ممكن نرجع؟ وتصير توحد، إيد وحدة، شعب واحد، كلياتنا نحب بعضنا. أنا بقول توحد. توحد إيش مثلا؟ مين يتوحد مع بعض؟ الفصائل العسكرية والشعب والمجاهدين كلياتهم، يعني نكون قيادة وحدة، ما كل واحد يساوي فصيل لحاله يقول أنا فصيل، أنا بشتغل، أنا ما بشتغل. تكون قيادة وحدة إن شاء الله وتعالى بإذن الله فتوحد. كيف ممكن وحدهم إذا ما بتوحدوا مع بعض؟ شلون استاذ؟ كيف ممكن نوحدهم اذا ما بتوحدوا؟ لازم نحن بالشعب يوحدوا، يطلع عليهم انه يا اخي هيك ما بصير. هذا في مساله شعب، مو مساله انت بس فصيل عسكري، في عندك انت برقبتك شعب، في خلق. يعني بهي الشغل. يعطيك العافيه. يعافيك. سلام استاذ. انت كنت بحلب؟ لا انا ما كنت بحلب، كان عندي مجموعه بحلب. طيب الان بعد ما خرج الثوار من حلب. نعم. وبعد الذي يجري الان في وادي برده وريف دمشق. نعم. الشارع شو بده؟ الشارع عم يغلي، الشارع كتير ممتعض، شو بده الشارع؟ هل بسم الله الرحمن الرحيم. هلا اليوم يعني الشارع مبين كله شو بده، بده توحد الفصائل، قائد واحد، جيش واحد، يوحد العالم كله ويصير حاضنة شعبية واحدة. فللأسف في تشتت كبير، يعني كل يوم عم يغني على موال لحاله، ما في شيء اسمه متماسك. ونحن أساس طلعنا ثورة شعب، وللأسف وللأسف وصلنا لمرحلة ما ضلت ثورة شعب، صارت ثورة فصائل عسكرية فقط.
الشعب تنحى عن موضوع الشعبيه كلها بعضها. شو السبيل حتى رجع ثوره الشعب؟ السبيل واضح، مصداقيه الفصائل مع الشعب هي اللي بترجع ثوره الشعب. الشعب هل يستطيع ان يفرض قراره؟ هلا الشعب ما بحسن يفرض قراره لحاله، راح يكون بالاتفاق مع الفصائل العسكريه والاندماج، بيفرضوا بيطلعوا قرار واحد. الله يعطيك العافيه. اهلا وسهلا. كل من قابلناهم في هذه الجوله القصيره كان لهم مطلب واحد، التوحد، الاندماج هو كلمه السر في مفتاح حل هذه الازمه التي تعيشها المناطق المحرره الان. كلمه لم يعيها الى الان قادة الفصائل، لابد أن يعوها وبشكل عاجل، لا بل وفوري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ أحمد نبدأ معك. عنوان حلقة اليوم: المطالب الشعبية لاستدراك المخاطر. ما جرى في حلب حقيقة حرك الشارع الثوري، وبمظاهرات عارمة في الشوارع والساحات في جميع المناسبات على كل الفصائل. يعني هذا الحراك حقيقة حل الأسباب ما جرى، وطرح حلول بديلة للمرحلة القادمة. فيا ترى ما هي الأسباب التي أدت لهذه النتيجة التي وصلنا إليها، وما هي الحلول؟ حبذا لو تعطينا بعض الأسباب وتشرح لنا مثلا الفصائلية. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر قناة حلب اليوم على استضافة الكريمة في هذا البرنامج. مما لا شك فيه أن الثورة السورية ثورة شعبية، ولا ضير إن كان هناك في بداية الثورة تنسيقيات ومجموعة في هذه القرية ومجموعة في هذه المدينة، فهذا شكل طبيعي للثورات. ولكن سنة وسنتان وثلاثة، يعني بعد 3 سنين و4 سنين، نرى تعدد الفصائل، ولا نزال نرى فصائل متعددة في كل أرجاء الأراضي المحررة. فهذا شخص ينتمي لهذا الفصيل، وهذا الشخص ينتمي لهذا الفصيل، وهذان الشخصان هما من نفس رحم الثورة. نعم. فكيف يستقيم هذا الأمر معهم؟ إذا الفصائلية أحد أسباب هذا الأمر. أحد أسباب هذا. نعم. الأمر بشكل طبيعي. وضع الرجل غير المناسب في المكان الذي يحتاج إلى كفاءة أيضا وخبرة، هذا سبب. ضعف وغياب منظومة القيادة أيضا سبب. نعم. عدم وجود خطط عسكرية بديلة. نعم. أيضا سبب. نعم، هناك أسباب كثيرة جدا. نعم. يعني ولكن احنا نتعدد على نتحدث مبدئيا على تعدد الفصائل. جميل. وما هي المخاطر التي أتت من تعدد الفصائل؟ نعم. أين سيذهب قادة الفصائل من قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا؟ يعني كيف يقرؤون هذا القول؟ كيف يقرؤون هذا القول واعتصموا بحبل الله جميعا؟ لماذا إذا كان هدفنا واحد وهو متابعة الثورة السورية وإسقاط النظام، نحن متفرقين ضمن فصائل ومجموعات متعددة؟ أما أنا لنا 5 سنوات. يا أستاذ أحمد، كل قائد فصيل يرى أن هذا الأمر واجب، أن الوحدة وتشكيل جيش لسوريا الموحدة، ولكن يرون من وجهة نظرهم أن الآخرين عليهم الانضمام وهم يبقون في أماكنهم وكراسيهم. نعم. هذا هو الواقع يعني حقيقة. نعم مبدئيا، ولكن لماذا لا يتنازل القائد فلاني للقائد فلاني ما دام تحقيق الهدف هو الأسمى، وهي الثورة السورية وإسقاط النظام. نعم. والحفاظ على مبادئ الثورة وهكذا إلى آخره بهذا الموضوع. يعني كيف سيكتبهم التاريخ بأنهم كانوا فصائل متعددة متفرقة وأحزاب مشتتة، وهم عدوهم واضح؟ كيف عدوهم واضح وهم ليسوا واضحين تحت كيان واحد؟ يعني هذا سبب أساسي ورئيسي في تأخير نجاح الثورة وفيما حصل مؤخرا في أهلنا في حلب. أستاذ أحمد، الخلافات والحروب البينية بين الفصائل، ما هو أثر هذا الأمر وهذا العامل على النتائج التي أدت مؤخرا لموضوع حلب؟ الخلافات والحروب البينية بين الفصائل لا ننكر أن شاهدناها، وشاهدناها كثيرا، ابتداء من الغوطة وانتهاء إلى إدلب. فكلنا نعرف ماذا حصل في الغوطة بين فيلق الرحمن والفسطاط وما شابه، وما حصل مؤخرا بين التجمع وحركة نور الدين زنكي في حلب التي أثرت على الحاضنة الشعبية لديهم، وما حصل بين جند الأقصى وأحرار الشام في إدلب الذي أخر معركة حماة وتحريرها وأثر على فتح حلب عندما كانوا متقدمين في المدفعية وإلى طريق الراموسي. كيف أثر هذا الموضوع بشكل سلبي جدا جدا؟ يعني
هذه الحروب لماذا هذه الحروب لماذا هذه الحروب؟ إن كنا ولا بد نبقى ضمن فصائلية فنضع حدود لبعضنا، يعني نضع حدود، نوقف عند حد معين، ما نخلي الدم، ما نخلي الأعداء يشمتوا فينا، وخاصة النظام وميليشياته الطائفية وروسيا. لماذا يشمتوا فينا نحن على أرض واحدة ممتدة وبقعة محررة كاملة؟ يعني سبب كبير، خلافات لا ننكرها أبدا، لا ننكرها، هذه حقيقة يعني. ولا ينهي هذه الخلافات إلا تجمعهم ضمن كيان واحد، واحد وتحت كيان رأي واحد ورأي واحد. نعم. أبدا. أستاذ رياض، وضع الرجل المناسب أو وضع الرجل غير المناسب حقيقة في أماكن تحتاج إلى كفاءة وخبرة. والله أنا أود قبل أن أتكلم في هذا الأمر أود شكركم على هذا اللقاء وبارك الله بكم جميعا. أود التعقيب على كلام الأستاذ أحمد في موضوع الفصائلية. أنا لاحظت من خلال علاقتي بالكثير من الفصائل أن هناك بعض المقاتلين لديه ولاء للفصيل أكثر من ولائه للوطن، يعني مستعد للدفاع عن الفصيل أكثر من استعداده للدفاع عن الوطن. هذا مرض، ورأينا ذلك تجلى واضحا في حلب. العدو يحاصرهم من جميع الجهات، ينهش بهم، يقصفهم بشكل غير مسبوق وبشكل لا نظير له. رغم ذلك ترى الزنكي يقاتل التجمع، ترى فلان يقاتل فلان، ترى زيد يقاتل عمرو. العدو ينهش بكم وأنتم تقاتلون بعضكم البعض. والله والله لا يسعني إلا أن أقول لهم تبا لكم، تبا لكم من فصائل، والله نعم. تبا لكم. أستاذ أحمد فضل، تعقيب على كلام الأستاذ رياض، هل فرقت الطائرة بين فصيل وآخر؟ نحن نوجه هذا السؤال لجميع القادة، هل فرقت الطائرة عندما تقصف في قرية أو مدينة معينة وجد فيها من كافة، لنفرض أن نسميهم أنواع الفصائل، هل فرقت بين هذا وهذا؟ لا، كيف هم متفرقين؟ نعم، تفضل أستاذ. أود أن أضيف أيضا حول موضوع الفصائلية قول الشاعر: تأبى الرماح إن اجتمعنا تكسرا وإن افترقنا تكسرت أحادة. وها هي فصائلنا تكسرت الواحد تلو الآخر في حلب لأنها لم تكن مجتمعة، ولا أعني حلب فقط، تكسرت في دمشق، تكسرت في حوران، تكسرت في إدلب، في حماة، في كل مواقع الصدام والمواجهة مع النظام. النظام بكل ميليشياته، على اختلاف لهجاتهم، على اختلاف جنسياتهم، على اختلاف مصالحهم، متوحدون ضدنا، ونحن مع كل ما يوحدنا متفرقين. ديننا واحد، لغتنا واحدة، شرعنا واحد، هدفنا واحد، رغم ذلك نحن متفرقون. نعم. السبب الذي سألتني إياه حول ما جرى لنا، إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. الساعة يفسرها البعض، بعض المفسرين، ساعة الشيء نهايته. هناك أمور تحتاج لمهندس، فما بالك أن نوليها لمحامي، أكيد الأمر سيفشل. وهناك أمر يحتاج لحقوقي، فإن أوليناه لمهندس سيفشل لا محالة. وهذا ما جرى عندنا في ثورتنا التي أسأل الله أن يعيدها إلى جادة الصواب والحق والهداية. ففي البداية انعكست سلبا علينا حتى الآن. تولى حجي مارع رحمه الله، تقبله الله في الشهداء، القيادة العسكرية للواء التوحيد. تولى حجي حريتان، لا أدري ماذا تولى أيضا. حجي عندان عبد العزيز سلامي، أسأل الله أن يعافيه ويشافيه أينما كان، أيضا تولى قيادة لواء التوحيد. والله العظيم قلت لهم أنا أحمل شهادة في الهندسة، والله لا أصلح أن أكون قائد لواء. الأمر يحتاج لخبرة كبيرة في الأمور العسكرية، في الأمور الهندسية، في الأمور التنظيمية، الاجتماعية، التنظيمية، الإدارية، القانونية، المالية، يحتاج لخبرة كبيرة في كل هذه المناحي. وهكذا الشرعيين، فشرعي يتبع دورة لمدة شهرين تفاجأ بأنه أصبح قاضي. يا أخي القاضي يحتاج لدراسات بالحقوق وبعدها وبعدها إلى آخره. هذه الأسباب أدت يعني لفشل ذريع على صعيد العسكرة وعلى صعيد القضاء
وهذين الجانبين من أهم جوانب الثورة، القوة والحفاظ على حقوق الناس ورد المظالم لأهلها. فكان في بعض الأماكن، لا أقول في كثير، في بعض الأماكن يظلم ناس لا ترد لهم لأنه لا يوجد صاحب كفاءة يرد له مظلمته، وكذلك فشل في العديد في معظم الجبهات لعدم وجود قادة عسكريين أخصائيين كضباط أخصائيين عسكريين انشقوا عن النظام. بالعكس، بدل أن تحتضن الثورة الضباط، قام الحجاج ومن والى الحجاج وغيرهم باستبعاد هؤلاء إلى مخيمات اللجوء، وأصبحوا كالنساء يقفون على الطابور الدور كي يأخذ سلة الغذاء والمواد من المول بموجب الكرت الممنوع. نعم، أستاذ رياض، موجود على الأرض حاليا ضباط، يعني لماذا لم يصبر ذلك الضابط وخرج إلى تركيا من أول امتحان ومن أول موقف، وبعض الضباط موجودين الآن على الجبهات، يعني غرف العمليات كما تعلم موجود فيها ضباط وبرتب يعني مختلفة. الضباط الموجودين هم قلة قليلة، والمثل العامي عندنا بقول وردة ما بتشكل ربيع، وردة ما بتشكل ربيع. إذا لم يكن عدد الضباط كافي لن تكون هناك خطط محكمة. نعم، إذا كان هناك ضغط على هؤلاء الضباط. نعم نعم. لإبعادهم. أنا رأيت عينة. ما السبب؟ رأيت عينة. لماذا يريدون أن يبعدوهم عن المشهد؟ لكي لا يسلبه منصبه. نعم، الأمر أمر منصب العسكري. نعم. الذي نعم. الذي لا يستحق أن يكون قائد عسكري ويوجد بجانبه ضابط فيخشى أن يسلبه هذا الضابط مكانه، فلذلك يقوم بإبعاده. نعم. السؤال الأستاذ عبد الرزاق، تفضل. بارك الله فيكم. أنا أحب أن أعقب على كلام الأخوة. نعم، تفضل. بعض الأشياء، نحن بصراحة التفرق ليس أمر جديد على الفصائل. التفرق، نحن بدأنا ثورة، هذه الثورة طبعا تكون عفوية فيها فوضى، ومن ثم يجب أن تتنظم بعد فترة معينة وتضع الأمور في نصابها وتوكل إلى أهلها أو توسد إلى أهلها. نحن للأسف استمرينا بهذه الفوضى، بهذا الوضع الذي نحن فيه ورضينا فيه وأنسنا به، يعني لم نرضى وأحببناه ربما. لا نقول يعني نعمن جزء كبير من الثوار. لماذا؟ إذا أردنا أن نطرح موضوع التفرق الفصائلي يجب أن نذهب إلى أسبابها. بصراحة هناك عدة أسباب تجعل الفصائل متوحدة، والناس يعني تستغرب أنه تطالب مظاهرات، تطالب التوحد. حتى القادة أنفسهم ظهروا على الإعلام وقالوا توحدوا، سنتوحد. هذا ما سبب عدم توحدهم؟ هناك عدة أسباب. السبب الأول سبب أيديولوجي بصراحة، لكل فصيل أيديولوجيا معينة. السبب الثاني هو سبب الدول الداعمة لهذه الفصائل التي لا تسمح لفصيل معين أن يتوحد مع فصيل معين. والسبب الثالث محبة ورضا من هو في منصب معين أن يزول منه هذا المنصب. هذا بصراحة خوفه من زواله. تشخيص المشكلة، تقديم المصلحة الخاصة تماما، هي تجعلنا أن نصل إلى حل معين أو إلى اتفاق معين. نحن إذا نظرنا للجانب الآخر نرى الأفغاني والإيراني والعراقي ومن كل أصقاع الدنيا تتوحد تحت لواء أو في معركة معينة، بينما نحن نتوحد. نرى بالرغم من كل التفرق يذهب وفد واحد برئاسة شخص، نحن نذهب 70 ممثل ل70 فصيل. مفاوضات أنقرة، يعني اجتماع أنقرة، للأسف يعني لم نستطع حتى الآن بإيجاد جسم إن كان عسكري أو مدني أو سياسي يمثل الثورة. نعم. سؤالي كان لك أستاذ عبد الرزاق، يعني ضعف أو غياب منظومة القيادة حقيقة، والتي تجلت في معركة حلب الأخيرة. تماما. هذا الأمر الفصائلية والتفرق على كافة المستويات هي من وصلت بهذا الأمر. أنا كيف بدي أعمل قيادة موحدة وأنا عم قدم قتالك أو حربك أو القضاء عليك على قتالي مع النظام؟ هذا ما جرى بصراحة.
يعني غيرنا الأولويات للأسف. يعني أنا أقضي على الفصيل الفلاني أو الفصيل الفلاني يقضي علي كفصيل، صار أولى من أنه نقضي عن النظام. فصار يعني بصراحة وضع يرسله، يعني أمر يعني هذا ما أدى إلى إيش؟ ضعف أو غياب المنظومة بشكل عام على المستوى العسكري، وهذا ينعكس على المستوى المدني. نعم يعني نعم أستاذ رياض، عدم وجود خطط عسكرية بديلة سواء في الدفاع أو الهجوم، خصوصا مع معرفتنا الدقيقة بتفوق العدو الروسي بسلاح الجو والترسانة الصاروخية الكبيرة التي يملكها والتي يستخدمها ضدنا ليل نهار، ألا يستوجب منا البذل المزيد من الجهد لهذا التخطيط؟ نعود للفكرة التي بدأت بها قبل قليل، وهي إسناد الأمر إلى غير أهله. إذن إسناد الأمر غير أهلي هو السبب، هو السبب الرئيسي، عدم وجود هو تخطيط، هو السبب الرئيسي. عندما يتولى الأمر قائد عسكري لا غير مختص، لا يستطيع وضع خطة لا للهجوم ولا للدفاع ولا للتجشيم ولا خطة هندسية ولا للتلغيم ولا لبناء سواتر ولا لأي شيء، لا يستطيع وضع أي شيء. وحتى وإن وضع تبقى الخطة قاصرة وفاشلة سلفا، وهذا ما تجلى واضح في حلب. الانهيار السريع خلال اسبوعين، تسقط اكبر مدينه على اساس في سوريا، اكبر مدينه ثائره في سوريا تسقط خلال اسبوعين، دليل فشل ذريع في كل الخطط التي وضعوها، ودليل على انهم ليسوا اهل لان يضعوا اي خطه لاي معركه سواء بالهجوم او بالدفاع. النظام وضع 6 خطوط دفاعيه، نحن خط واحد، انهار هذا الخط انهارت الجبهة. ما هو الحل أستاذ؟ الحل واضح تماما، إسناد الأمر إلى أهله. نعم، إذا الآن تدعو أنت أي تولى. نعم. نحن دعونا. نعم. دعونا من خلال نقابة المهندسين الأحرار إلى تشكيل هيئة سياسية وتدعم الحكومة المؤقتة وتدعم مجلس المحافظة وتتواصل مع العسكرة لدعوة توحيدها والدعوة إلى إسناد الأمر إلى ضباط أخصائيين يتولون القيادة ووضع الخطط العسكرية والاستراتيجية لهذا الفصيل الذي سميناه جيش وطني، ونرجو الله أن يحقق لنا ما نصبو إليه. نعم، لقد فشل تجمع أهل العلم في جمعهم، هل تعتقد أن نقابة المهندسين أو نقابة المحامين أو مجلس المحافظة قادر على جمع الكلمة وتوحيد صفهم والعمل تحت راية واحدة؟ بمفرد كل من ذكرت لوحده لا يستطيع. نعم. لكن نحن دعونا ولبى مجلس المحافظة وتولى أن يكون مظلة راعية لهذه المنظمة. مع الجماهير والثوار على الأرض. بالضبط. نعم. والحاضنة الشعبية بشكل عام. الهيئات الثورية، المنظمات، النقابات مع تحت ظل مجلس المحافظة، مع الثوار في الشارع، مع في رايات ومظاهرات واعتصامات لتحقيق ما نصبو إليه إن شاء الله. نعم أستاذ أحمد، انفصال القادة عن الواقع وعدم الثقة بهم، هل هذا سبب من أسباب ما حصل في حلب؟ نعم، وهو سبب كبير وواقعي. أولا نحن يجب علينا تعريف القائد. يفترض أن القائد هو إنسان ثائر خرج بالثورة ضد النظام ثم تدرج من السلمية إلى ثورة مسلحة كما أجبرنا النظام، فتولى مجموعة فتولى ثم كتيبة فصار قائد على مجموعة معينة وبدأ بمتابعة ثورته. هذا القائد هناك الكثير منهم من غره الحلم الكبير، يرى أمامه 100 عنصر، أنا قائد أنا زعيم، ما بقى بيشوف القادة التانيين إنه يروح يحكي معهم ما بيسترضى، ممكن يعني هذا من أحد أسباب. طبعا هو سبب انهيارات كبيرة وسريعة طبعا، لأن هن انفصلوا عن الواقع، ما قدروا حجم القصف اللي جايهم وما قدروا جحافل الميليشيات اللي بدها تجيهم، توهموا. كل واحد صار مثل ما صار في العباسيين بآخر خلفاء العباسيين لما قال له يا خليفة بغداد جه المغول، بتخبى بقصري وسط على القصر، بتخبى بغرفتي وسط على غرفة، يعني ما هذا؟ تعقيبا على ما قاله الأستاذ أحمد حول الفصائلية وفقدان ثقة الجماهير الشعبية
بالقيادات والفصائل بحلب. أقول إن السبب كان الثقة الكبيرة التي وثقها الناس بالثوار من خلال فك الحصار الأول عندما توحدت الفصائل ولهذه المرة الوحيدة واليتيمة والتي لم تتكرر وزجت بكل ما تملك من قوة. فعلا استطاعت خلال أسبوع دحر أعتى قوى الشر في العالم متمثلة بروسيا والنظام والميليشيات الإيرانية ومن والاهم. هذا الدحر وهذا الانتصار الكبير أكسب الثوار والفصائل ثقة كبيرة من الحاضنة الشعبية، لكن ما يعني لم تلبث هذه الثقة أن زالت فورا عند سقوط مدينة هنانو أو حي هنانو في حلب، لأنه نعم. كان سقوط مدوي ومفاجئ وبشكل غير متوقع أبدا. نعم، إذا الاعتصام والاندماج يكون له آثار كبيرة جدا على الأرض. طبعا نعم، من ناحية حتى عسكرية ومن جميع النواحي، من كل النواحي إن شاء الله. نعم أستاذ عبد الرزاق، الشائعات التي بثها النظام وروسيا ووقع في فخها الإعلام الثوري وبدأ يتناقلها وينشرها، ساهمت وأدت إلى وصول هذه المعلومات وهذه الشائعات للمواطنين بشكل عام، مما أدى إلى إخلاء الأحياء قبل وصول النظام إليها. وكما تعلم أن هناك في كل فرع أمن لدى النظام، عند النظام 17 فرع أمن، في كل فرع أمن يوجد مكتب للشائعات وترويج هذه الشائعات للاستمرار في السيطرة على الناس وجعلهم تحت الطاعة وتحت الطلب وتحت السيطرة. تفضل. كلام سليم. ما نقوله عن الوضع العسكري نقوله عن وضع الإعلامي أيضا. النظام لديه منظومة إعلامية قوية منظمة تعمل وفق خطط معينة. للأسف نحن لا يوجد عندنا جسم إعلامي في الثورة، وإنما إعلاميين أغلب هم إعلاميون يعني هوات تماما، فيقعون في فخ الشائعات للأسف ويسوقون لها أحيانا ويقولوها عن حسنية يعني. وأكثر يعني شيء أثر على 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 معنويات المواطنين في الداخل حتى معنوياتنا نحن هنا هي مواقع التواصل الاجتماعي، يعني تبث تسجيلات أمور مفبركة سقطت إنها. المنطقة الفلانية، ينتشر على كافة الغرف الجيش تقدم، ويكون في بعض المناطق دخلها الجيش ولا يوجد فيها لا مواطنين ولا احد من العسكرة. فهذا امر يعني ايضا قلت لك ما انعكس على التفرق، عدم التنظيم، عدم الجسم، وجود الجسم الواحد الذي ينظم العملية الإعلامية بشكل جيد، هذا ايضا احدث فراغ كبير وادى الى وقوع المواطنين للاسف في ايش في تحت ضغط هذه الشائعات. في نقطه اريد ان اضيفها، بان ايضا من ساهم في سقوط حلب هو المعنويات لدى العسكر ولدى المواطنين. المعنويات كانت في بدايه الثوره ومراحل مؤخره، النظام لا يستطيع في مخيم حندرات كم سنه حتى استطاع اخذه. عندما ننتقل من قتال نظام ظالم تمام الى قتال بعضنا، فمعنويتي انا كعنصر عندك في فصيلك تنهار، لم يعد لي هدف سامي اقاتل من اجله، فهذا اثر على الافراد، وراينا كثيرا ممن القى سلاحه وخرج. اذا الخلافات البينيه تمام ايضا لها اثر كبير. الطابور الخامس، وظهور خلايا نائمه ايضا في مناطق الثوار. نعم راينا هذا بشكل كبير، قلت لك عمل النظام عمل منظم. نعم يعني استاذ احمد يمكن في عنده تعقيب على هذا الامر. تفضل. نعم انا اريد ان اعقب على تشكيل الجسم الاعلامي وضرره كان على سقوط حلب بالفتره الاخيره. يعني مثل ما قلت استاذ مازن، يعني اغلب الاعلاميين هواد، وما حسنت يعني لنفرض من الائتلاف من الخارج لحتى الحكومه بالداخل انه تسوي لهم جسم اعلامي ضمن مؤسسه. يعني هلا مثل استاذ عبد الرزاق، النظام ايش سيبقنا؟ يعني سيبقنا بالمؤسسه العربيه مثلا للاعلام، يعني عنده مؤسسات. لا الضبط الامني يعني لا تجد، ومؤسسه اعلاميه مخابراتيه، لا تجد في مناطق يعني النظام احد يعني بشيل موبايله بيصور ايش ما بده يشوف. ابدا ممنوع وفورا على الاعتقال يعني. نعم. اكيد طبعا، لكن ازاي مؤسسه اعلاميه مخابراتيه، يعني كل حرف وكل جمله وكل كلمه محسوبه لديه. ونحن مثل استاذ عبد الرزاق يعني فورا عندنا داء صار في الاراضي المحرره، النسخ ولصق فورا، غرف الوصف ما شاء الله، النت موجود، يلا يلا يلا، انهارت اعصاب العالم. ناهيك عن انه كمان في كتير بشراكي يا حلب، جلجلت يا حلب،
كمان عالم أعصابها انهارت. جيش فتح جايك يا حلب، بس الإشعاعات كلها من النظام، العالم هي عم تستعد، يلا جيش فتح جاي من طرف من الغرب إلى الشرق تنتظر، الفصائل تكاسلت هني، يعني كمان ضخ إعلامي عجيب يعني جيش العالم، وانتشار أيضا الخلايا في نعم في الخلايا النائمة ظهرت نعم. جليا نعم. يعني ممكن هلا مثل ما شفنا يعني الأعداد اللي خرجت إلى المناطق المحررة ربع الأعداد اللي خرجت إلى مناطق النظام، معناتها من ضمن هاي الأعداد كان في كتير خلايا نائمة موظفة من قبل نعم. في الأقرباء مثلا في بمناطق النظام خبروهم جهزوهم قالوا لهم هم بتعملوا هيك بالوقت الفلاني بتعملوا هيك بالوقت الفلاني يعني إذا غياب استراتيجية إعلامية واحدة نعم. للثوار توجه نعم. إعلام تواجه إعلام النظام وتواجه إعلام روسيا أكيد نعم أكيد لازم تكون استراتيجية قوية أيضا بتوجه الوعي الشعبي في 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 حالة السلم وفي حالة الحرب نعم أستاذ عبد الرزاق يعني سبب الصمود الأسطوري حقيقة لدارية للغوطة لحي الوعر بحمص يعني واختلافهم بشكل جذري عن حلب لا كلام سليم دارية بالرغم من أنه العدد كان أقل ويعني المنطقة كانت أصغر بكثير يعني ولكن صمدوا صمود أسطوري 4 سنوات هذا الأمر نوعزه لعدة أمور أنه هن نظموا أنفسهم بالداخل المجلس المحلي بدارية هو من قاد العملية من بدايتها إلى نهايتها العسكر كان عضو في المجلس المحلي يتبع قرارات المجلس بشكل كامل تنظيم عمل العسكرة هذا كان أمر مهم جدا بالرغم من الحصار الخانق عليه التقينا في بعض حضرتكم التقيتوا ببرنامج على الكلام هذا فتواؤم العمل المدني والعسكري وخروجه بجسم واحد تمام هو من كان عامل اساسي في صمود ونجاح انا هذا رايي تحت اله القتل والدمار والقصف اللي تعرضت لها بشكل رهيب يعني استاذ احمد لديه تعقيب نعم تعقيبا على كلام الاستاذ عبد الرزاق يعني داريه اسطوره بكل معنى الكلمه لكن لكي لا نظلم حلب عدد السكان في داريه لا يقارن بحي من احياء حلب هي اولا اثنين يعني انا بقول السبب الرئيسي هي الراية الواحدة كانت دارية كلها تحت راية واحدة وليس تعدد 1000 راية وتوأمة العمل العسكري والمدني يعني كانوا إيد واحدة بمعنى العامي إيد واحدة كانوا بس أما عددهم قليل يعني عددهم قليل لا يقارن بحلب بمئات الألوف هذا أثر كتير يعني أثر كتير إنه القائد يحسن يقنع العدد القليل غير يحسن يقنع العدد الكبير يعني والمتنوع يعني مشاهدي الكرام في نهاية هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نشكر حسن متابعتكم ونشكر الضيوف الكرام الأستاذ أحمد مزنوق والأستاذ رياض عيد والأستاذ عبد الرزاق رزوق همومكم اهتماماتنا واقتراحاتكم مواضيع حلقاتنا نلتقي بكم في القسم الثاني من هذه الحلقة إن شاء الله الحلول المقترحة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إلى اللقاء الواد ما بدي حاصر خليه حاصير ولنا معتمدين على الخباز ورح نعتمد على ايدنا وعلى الزراعة اجوا التسر وراحوا اجوا المغول وراحوا اجوا الصليبيين وراحوا وبقي أهل البلد في البلد